انا نازل دلوقتي، عندي جيل بكره. فاكر الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن اهدافي وازاي احقق اهدافي وكده، وكتبتها قدامي واول مره ان انا اكتبها والكلام ده كله؟ هو انا فاكرها ومش ناسيها، بس شايف وجودها بالمنظر ده من يوم ما انا كتبتها حتى الان. تخيل ان انا فتره كبيره جدا ما خدتش بالي منها، اتعودت على المنظر ده، يعني باجي اقعد واشتغل وانزل واروح واجي ومش عارف ايه ونفس ال فانا عايز اكتب نفس الاهداف بس اغير الورق ده، او اغير الشكل اللي هو محطوط فيه. طيب دلوقتي ننزل. مش عارف ليه حاسس ان انا متاخر، مع ان انا المفروض مش متاخر يعني. طيب الورشه اللي هتبدا النهارده دي فيها كائنات فضائيه. رمضان في سوق الحسبه حاجه تانية خالص، بس بالعربيه بقى مش حلو خالص. العصابه جايه لي. دول بتوع مين؟ طارق. تقعد؟ هستنى عليهم بعد اذنك. ماشي. انت غيرت على فكره اللي احنا اتفقنا عليه. ايوه انا مش عارفه ارسم. رسمتها من غير زعانف فوق، خلاص مش لازم. لا حاول تظبطها، حاول. هو ينفع فين يطير؟ هنرسمه بالزلومه بتاعته كده، وهنقول له بتاع كده عدو يطير. العين. العين؟ طب انت عملت ازاي؟ شرحت كده؟ جبت المربع وعملت المربع ولونته بالاصفر. اهي العين اهي. ضغطت لك شمال نجيب المربع. ايه دي؟ دي قصة طويلة كده؟ لو عايز تلونه من هنا. الحمد لله خلصنا مجموعة الكائنات الفضائية. وادي واحد هو اللي لازق. نعم.